الضيق فرج الله قريب مضى من مسجون طلق الله سراحه ولد الحمام مسكين زاد بلا ريش خلف عليه الله ودار جناحه ربي يحل ميات باب وباب وكل باب يديرو مفتاح. كنت صغير انا نشوف الحجة حاجة كبيرة خاطر كيفاش هاي تجي الصباح هيا ملاوية كانت مجاهدة بيقول ويو كبيرة ولبسة مليح قلت لك تحب شعرها زي القوريات هيا وتهضر معنا ما ودت ديرنا على روسنا يعني تقول كيفاش أنا بالنسبة لي كنت نقول سبحان الله العظيم يعني هذا معايا مجاهدة ومسؤولة كانت وجيت توصل ديما واش راك بالله على صباح ربي وكذا لا تعرفنا بالوحدة على كل حال لما نطير بها الصباح كي تجي لما نطير باش نقول لها صباح الخير ونسلموا عليها منا ومنا حتى يعني يفرقوها لي مونيتور يقولوا لنا بزاف عليها ما تتكبر حتى على واحد على مكتفى يشتروا منها ومعها كانت هكذا شغل اوروبيان هي كانت شغل مرا مع ايه كانت تلبس اوروبيان هكذاك ونش ايه مرا دارنا بالنسبه لنا حاجه كبيره ياسر والطوموبيل تاعها مدارت انا بدلت ركبنا بدله فيها كان عندها شيب كامل ما كانش لي سوق سوق هي كيما هي اول مره اللي دارت الفرمينا يقصد ديرها وتسوق مليح يعني ماشي هذه هي انا قرالي الزمان والحقره والاستعمار ومدرسه الحياه واش نقول لكم يا ولادي وكان نبداو نحكيو اي ما تخلصش الحكايه حكايه 7 سنين ما تخلصش منها. J'étais convoqué à Belleville dans une ville à la DST. L'arabe dit la ligne de l'Hamra. Il dit pour dire l'enseignement, il dit qu'il n'y a pas de temps. 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 Il dit qu'il نقتلوكم شبع كيفاش نتوما رجال وما عذبوهم بصح باش قرروا وهي مره ما قررتش خوتي راهم خدعوني وقفوني جنب الحيط ندوا عليا جيت ضربوني ما قريت خوتي راهم هلكوني كي ضربوني بالكفوف والكوميسار يشوف قال ما عندهاش الخوف بالحق وطنيه ابكي يا خاله مشومه ابكي عني مظلومة منكم صرت محرومة الفرقة شغلت بالي كي جا داوني يبحثوني من خويا راه محرموني كي شفتو بكاو عيوني نارو لها بتدخلاني الجوج فيا تعجب لا نفجع ولا نرهب قلت له راني ديما نزلي ونكذب قلت له راهم تهموني خوتي كي غلوا عليا يعذبوا فيا صباح وعشية على الأرض الجزائرية حبها سكن دخلاني ويحطونا لهذوك الحيطة تريسيتي في ليزوندوا سنسيبل ما يتحملوش دون لو كور اي توتنو ويجيو يتخالفوا كي يشوفوني هكذاك كلامكم الله عريانة وهذاك يقولوا فيان فوغ بريجيت باردو يعني أنا يعلم بي يا ربي كي يدلونا في لي تورتور يقول لي يحطون لي حد شيفونا هكذا على وجهي شبخه بالماء ويقول لي كون تي فو بارلي ليف لاندكس التريسيتي والترمبا والحاله وكل الموت صارك الزهيق وكذا من بعد نقول الموت جات نهز صبعي باه نشاهد يقول له صاي لا لوفي لاندكس نحي لي شيفونا الوغ كوا كومون هاديك نبدا
ابا يقول لي بعد هذا الشيء العذاب اللي عذبوني اللي ما يتلاواش وما يديرش وعمري ما تكلمت على واحد اللي موجود الا اللي استشهدوا ولا اللي راهم في الجبل. انا في السجن وانا قلت له كان يكتب لنا ربي العيش يعني خاطر ما كناش مولين باش الاستقلال. الحاجه الاولى اللي نديرها نلم ولاد الشهداء من ثم وليت ما نفكرش في حاجه اخرى. شي اللي يفكروا فيه نسا وهذا كل انا ما نحيته خلاص من بالي باقيه مع ولاد الشهداء مع ربيتهم ما درت لا دار ولا لا دار ولا دوار ولا درت راجل ولا زوجت ولا ذا. قلت باقية اليوم هذا كي يقولوا لي واش عندك عندك الولاد نقول لهم عندي ولاد الجزائر كامل كولادي كي قدنا هذه بركة بركة مع الجزائر لاباس خير الحمد لله عاش من شاف والله الحمد لله كل هنيين والله الحمد لله الحمد لله سيدي تفكرت في ولادك يا سيدي. كي كنت صغير كنا نشوف الحجة كي تعود جاية ريفيكتوار كاكوين ناكلو وتخزر في لي مونيتور حنا ندخلو تحت الطوابل تما كانت عندها الهيبة هذيك تاع مجاهدة أم مش قبيحة يعني حنا نشوفوها كي تعود هكاك مع لي مونيتور نقولو فوالا على جالنا حنا نتحنق فيهم كما حنين علينا تخاف ما نشبعوش تخاف حاجة كيما هكا تما وعقبت أنا وقت مليح معاها بزاف. درت معجزات ماهوش شهدتو لله درت معجزات مع ابن الشهداء ومن بعد رجعت درك مع لي زونديكابي هادو هاد المعاقين وراي حاجة أي دواء أي حاجة هي اللي تجيبو لهم تجيب يعني دير تلم هاد الشيء اللي ما تقدرش تصوره. مام ولاد الشهداء مام ولاد الشهداء درك اللي ما عندوش سكنة يروح يقول لها الحاجة شوفي لي تقول تروح يعني خطر ما هي عندها مشكلة ما عنده مشكلة لا خدمة ولاد ولاد ولادهم هي اللي تعاونهم وما يعطيهمش حقهم خاطر مش ما عندناش لا جيستيس. كنا عندنا انجستيس المرأة في حقها والراجل في حقه والطفلة في حقها والطفل في حقه وما يكونوش لتامة بزاف بالحياة لتامة تاع ربي هذاك اللي كان اللي تاع الموت بصح تاع الحياة راهم يغيظوا بزاف. كيفاه عجب في البلدية يروحوا يديروا نقمة يقول له ما كانش ما عندناش الكارت يخرج برا يلقاها يتباع سواء نقمة ولا فيش فاميليال ولا كذا حتى ملي كارطون بيديروا لي باسبور يروحوا يقول لهم خلصوا ما عندناش يروحوا لبرا يشريوا يبيعوا فيهم 3000. هذا الشيء يعني هذا اللي هذه خوتي اللي كان عندك لا قلت لي لو كان عندك لا باكيت ماجيك هذا هو الشيء اللي ندير نبدل لكن لا غالب ما عندي قدره. كيفاش واحد يزاد في 56 عندو لا كارت مجاهد ويدي لا بونسيون عيب حرام. سقلت الجزائر وراحوا للنصارى واليهود وكل قعدنا غير حنا الجزائريين 8 ملايين وشوي. نهار سقسيت انا تكلمت معاه ويحيى قلت له درك نو سام كومبيان قال لي اوف 32 مليون قلت له ضحكت قال لي لا ضحكتي قلت له سير لي 32 مليون يا 20 مليون دو مجاهد وشهيد يرحم باباك من يخرجوا كما قلتي بابا جات ماجيك نحي الرشوة نحي تزييف لي مجاهد وني ماشي مجاهد واش جاهد ما نخليش انا القومية يوليو مجاهدين وكانوا وفيها وعلى بالنا ها
هادي اللي ما كتبنيش ربي كانت معايا في الحبس، راني شبهتها بزاف ويعلم ربي عارف. اخرين بصح ما عرفتهمش، ليش استشهدوا الله يرحمهم اللي بقاو حيين، الله ان شاء الله ربي يهديهم ويكملوا المشوار كما رانا نكملوا فيه المشوار هذا. وكل واحد ضميره اللي يخدم فيه، كل واحد يعيش بضميره، اللي عنده ضمير سواء مجاهد ولا ماشي مجاهد، اللي ما عندوش ضمير كيف كيف. في 5 جويلية 62 احنا كنت وعدت نفسي وحلفت، قلت والله لو كان يعني نعمل ربي بالاستقلال ونكون حيا نشطح في لابريش. لابريش هي لا بلاص عندنا اللي معروفه هنا في قسنطينه. من بعد كي جا الاستقلال في 5 جويي غاشي والدنيا كان حشمت، كيف انا راح في لابريش نشطح؟ ولكن قلت انا باش ما نحلش بديت نفتش كاش يلقى بلاصه مخفيه هكذا وشطحت. شطحت يعني هكذا شطحه الحلوف برك يعني. إيه لكن 5 جويي 5 جويي راه الفم يقول 5 جويي كيفاه كانت الحاله. كي طلعوني الكودية بقيت خمم هكذا وانا راني ندير الشعر وندير قاعدة هكذا. ضقت شوية حوالي رحت للسيلون قعدت فيه وحدي، ومن بعد خرجت نتاع راكدة ما جبت خبار حتى نسمع باب الدار لا صورتية والكوميسار ومعهم حتى القبطان. نط في جوع ودهشة، أنا يا ربي واش يد الهنا، بعثنا خبيثة شيطانة غدوة تظهر وتبان. قال لي يلاه البسيق الشك وروحي ليا في التشك، قلت له اللي ظل وشك راني حرة يا عديان.